السلام عليكم. اليوم عندنا مراجعة الكرت 3070 تي اي اخو السبعين اللي اعلنوا عنه في المؤتمر الاخير مع الثمانين تي اي. وشفتم كيف الثمانين تي اي في المقطع اللي قبل نزل انه ما فرق كثير عن الثمانين، كأنه الثمانين العادي ومو مستاهل صراحة حتى لو فرق 3 أو 4 فريم. فاليوم بنشوف اذا السبعين تي اي زي اخو السبعين العادي وفي فرق ولا ما في فرق. صراحة صرت ما استغرب مع الكروت الجديدة ذي، ماني فاهم ليش كذا صايرة. لكن مواصفاته هذا 8 جيجا بايت جي دي دي ار 6 الفي رام، البوست يوصل ل 1830 ميجا هرت، وفي 3 منافذ ديسبلاي بورت 1.4 ومنفذ واحد اتش دي ام اي 2.1، والبورس بلاير ريكومندد انه يكون 750 واط. الكودا كارت 6144، بينما الكودا كارت في ال 3070 5888 زادت شويه، لكن الميموري نفسه 8 جيجا. الفرق انه هنا جي دي دي ار 6 اكس نسخه محدثه اكثر، لكن ما راح تفرق في الالعاب. خلونا نشوف البنشماركات على طول على السريع لانه صرنا ما نتحمس كثير مع الكروت الجديده. فهذه هي البنشماركات قدامكم. What you want, nigga? Like that? Bobby Big? Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Damn, this nigga must got the back. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good.
زي ما شفتم ما شاء الله الكرت اعطى فرق ملاحظ عن ال 30 70 العادي. طبعا على حسب اللعبه، لكن في العاب يعني زي ويتشر ثابته انا بنشماركاتي عليها، وباتل فيلد 5 الاعدادات نفسها يعني، فعشان كذا انا هذه الالعاب ما افكر اغيرها في البنشمارك، لانه اصلا ما خلاص ما فيها دعم او تزويد فريمات او دعم مدري ايش، لا خرابيط التعريفات ما تنطبق عليها، فثابته اللعبه فتبين الفريمات الصح. فويتشر تقريبا على 4K فرق 7 فريمات حولها كمعدل عن ال 30 70 العادي، احيانا في بعض لحظات الماب ممكن 10 فريمات توصل. باتل فيلد 5 ملاحظ الفرق صراحه تقريبا 15 فريم على 2K، احيانا 10 اقل شيء، لكن غالبا 15. 4K نفس الكلام 10 فريمات زياده، فنقدر نقول 10 فريمات عن ال 30 70 العادي كمعدل وسطي في كل الالعاب، فرق طيب يعني. بعض الاحيان 15 فريم، ولكن على الاقل ما هو زي 80 وال 80 تي اي ما فرق، هنا لا في فرق 10 الى 15 فريم بالكثير، شيء طيب. هذا كل شيء، يعطيكم العافيه، شكرا لكم، السلام عليكم.